ونص جديدة باش ندوي على منافسات البطولة الاحترافية إنوي للقسم ديالها الأول. مباراة نهاية الأسبوع والجولة الثامنة من المنافسات واللي انطلقت يوم الجمعة وسالت البارح آخر ماتش اللي بدا مع 8:30. الدراري ما غيتعطلوش انا غيرتاحوا اليوم غدا غدا عاوتاني الشامبيون لاج دوزيام جوغني منافسات البطوله الاحترافيه انوي. من اجل التواصل معنا طيله الحلقه صدر اليوم مستمعينا الكرام سيباري سي ميس على رقم 50 30 تمارس على الواتساب درام تي تي سي لي كومونتير ديالكم فيسبوك واللايف لحلقه النهار اليوم وكذلك من خلال اتصالاتكم برقم راديو مارس 0522 226 226. اخيرا جمعت الفرقه. انا مخاصم معكم ونشرح لكم واحد الحاجه. عز الدين صباح الخير بابي. صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ كي داير انت؟ مزيان صافا الحمد لله. حموده خربوش حميميده الظاهر الانيق. شحال ولا عندكم سميه؟ حموده وخربوش وحميميده والظاهر والانيق. مزيان صح. شكرا. صباح الخير. صباح الخير خويا كريم وصباح المستمعات والمستمعات راديو مارس. بدايه اسبوع موفق. اهلا خويا. مرحبا بك حبيبي. مرحبا بسلام ومرحبا بعوده ديالك طبيعه الحال حموده خربوش. رحبوا كذلك عبد الصمد خادير مخرجنا في لايف ام وعبد القادر القليلي دائما فيسبوك والستاتيستيك والفيديوهات والارشيف كل شيء. لا داتا الداتا زوينه الداتا. اسمعوا لي الداتا مسيو داتا مسيو داتا مزيان. مرحبا بك اخويا اف 5. لا اف 5 نتايا ولكن انت هو حيت هو داتا واجور واجور وديما اكتواليز. كيدير حمودة؟ مزيان الحمد لله. صحيح كلشي مزيان مولين طاب كلشي بخير الله يبارك فيك الحمد لله. قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم دوف مواضيعنا الحلقه ديال اليوم مستمعينا الكرام فاحنا غنبغيو باسم طاقم علماء مارس نهنئوا صديقنا هشام بوشعيب اللي تزادت عنده بنيه تبارك الله سميتها الياقوت. على سلامتك اخويا هشام وتربى في عزكم ان شاء الله وعلى سلامه المدام. دابا هذاك الشاش ما كاينش اليوم. ارحم بالبنيه. الغابة ارتاحت اليوم الغابة ما كاين لا اوراق. كنت نشوف واحد الدوكيومونتير هادي يديروا الاوراق بالغبران ديال الفوسفات. وي دابا حنا كندعوا عليه شابو شعيب شتي الفوسفات. لا جبدنا الغابة. جبد الغابة جيبي واحد الدوكيومونتير بلا هادي بداو يديروا دو بابي بديك الغبران ديال الفوسفات. جي تخوبي سا وي مزيان مزيانه مجهده. وي مره اخرى هنيئا خويا هشام على سلامه مدام اخويا وتربى في عزكم ان شاء الله لالا الياقوت. ان شاء الله الله يخلي لك طه وتشوفهم كما بغيتي ان شاء الله يا رب. مشاو للمهم والاهم هما ثلاثه ديال النقاط في كل ماتش وكذلك في برنامج علماء مارس. المهم ان نلحقنا لي 3 بوان ثلاثه نقاط. يعني حنا غادي نصدر ثلاثه لقاءات جينا على ودها خدينا ثلاث نقاط جد جد مهمه بالنسبه لنا. نبدا باول ثلاث نقاط ديال العميد عز الدين عماره. النقطه الاولى النقطه الاولى هي تنسنى شكون هذا الرئيس اللي في المغرب غادي يكون بطل وغادي يكون هو اول واحد غادي يدخل لي سوسيو للفرقه نتاعو. وي هذا الرئيس هذا الا مشى تدار هاد القضيه هذه راه غادي تحسب له حياته كلها. غادي يولي لو برومي بريزيدون في المغرب ديما تبقى مقيده بحال لي غران بريزيدون اللي دازو. بالله غادي يولي هو اللي عطى هاد الطريقه هذه ديال المنخرطين ديك الشيء اللي شد عليهم. غادي يولي هاد الطريقه هذه ديال لي سوسيو غادي يولي لو بروميي بريزيدون وتحسب له حياته كلها. دونك الا كان شي بريزيدون باغي يعرف بالله غادي يكون في التاريخ ديال الكره المغربيه كوم كوا غادي تكون عنده واحد الميداليه طول حياته خصو يتطوع ويزيد. الا مشى تدارها غتكون مزيان. بعد الفوتبول ناسيونال غتكون مزيان الكره المغربيه غادي تزيد ان با القدام لي سوسيو. غادي يولي النيميرو ان. وي غادي يولي النيميرو ان هو اللي عطى اللي دار هذه المبادره في الفوتبول الماروكان وتحسب له حياته كلها. وي النقطه الثانيه هي الجمعيه السلويه
اللي خسروا اللي وقفات لا 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 وقفوا لا سيري نتاعهم مي بون سي با غراف راه عندهم بعدا 18 خداو 18 نقطة ديال على لو نوم دو بوان باش ما يطيحوش سي تري تري بيان اون ايكيب دو جون شفت واحد التدريب ديك النوبة كانوا تيتدرو تيتدربوا دونك صافي بليزير والثالثة هادي تنقولها للأصدقاء نتاعنا اللي تيبغيو البارسا مالهم حيت ما تنتبع بزاف شفت واحد لي فيديو بزاف ديال لونترينور اللي كان عندهم اللي ضحاو كومان لا سامبري سي سي كيكي فالفيردي كيكي كيكي هذا كيكي دو يو لوف مي تنظن بالله هذه الوقيته ما كان خصهم يجيبوه سي دوماج علاش باسكو هو سان سبيسياليست دو جون وتيلعب لي جون ومني كنت نشوف لي فيديو نتاعو كيفاش كان تيخدم مع سورتو البيتيس كانوا ما عندوش لي ستار وكان يمكن له يحط الفرقه نتاعو ولكن مني جا البارسا بديك الوقيته مع ميسي ومع هذيك لي غراند ستار هو سيتي بلوتو ان ايديوكاتور كان انترينور زعما ديال هاد لي غراند ستار الوغ كو دابا عندهم غير عندهم شي جوج عندهم غير شي جوج اللي مازالين كبار وشي الاخر غير الوليدات الصغار كان سميت كان خصو هو اللي ياخذ هذه المهمه دابا باسكو بالنسبه لي انا سان غراند انترينور وكان يمكن له يجيب مالونغو نعس الشيطان وانت نعس الشيطان الصباحات ولا عرفتي منين دار جا الدوره من مشات على لوطوروز جيت خويا يبقى وداك الشيء ورجع المالونغو عاوتاني واش شويه كون كان عندهم مالونغو ما كانش عندهم هاد المشاكل هادو النقطه الاولى هذا مالو هذا الصباحات المهم خفيف ظريف بحال ديما ظريف زين كبيت نظرة شوية على حكيمي اللي السونداج ديال الجول اللي خدم ميور اريا دروا في لو موند لان هو جاوب هذاك الجورناليست الفرنساوي اللي كان هضر عليه عرفتي ادوي مسكين غداوي هو السي حاتم طرابلسي اللي هو دواز في ذاك لو بوست اللي كان كيهضر عليه بزاف هذاك سميتو دانيال ريولو وهذاك خصو غير يدير صداع المهم بحال عزتين لا 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 قال تخربيق باش كلشي يدوي عليه الوغ انا صافي دابا تنقول تخربيق باش يدوي عليا الناس مالونغو اسمح لي شوف زعما مالونغو ما يلعبش هانتوما اللي تسطيوني عاود هذا راه جينا الصباح لا حول ولا قوة الا بالله زين صافي بليزير انك تشوف المستويات اللي كيقدم وهايا المهم جاز على هاد لافير كنذكر بلا السونداج كان مع فيفا 2022 جول مع فيفا 2022 هاد السونداج كيدار كل عام فيما كتخرج فيفا لو جو فيفا كيدار ان سونداج ديال الناس اللي كيلعبوا ماشي الحكيمي الحقيقي الحكيمي ديال بلاي ستيشن الحقيقي الحكيمي الحقيقي فوتو على الحكيمي الحقيقي ماشي الحكيمي ديال بلاي ستيشن تحسامني ديال بلاي ستيشن هذا قلت يلعب لداخل لا وهما فوتو على الحكيمي الحقيقي هاد لو سونتاج كديروا فيفا مع جول كل عام انا تحسبني هذوك اللي تيلعبوا خساروا هذاك حكيمي اللي بقلب التلفازه عندهم لا لا هذاك اللي هذاك اللي تيطلعوا لا خساروا ديال بصح خساروا ديال بصح خساروا ديال بصح هو الاول والثاني الكسندر ارنولد هو الثاني قلب التلفازه زيد نقطه الثانيه كنبغي نهضر عاوتاني على اللعابه ديالنا ديال الشامبيون لان المهم بدينا انا بغي نقول لهم برافو لان ما كاينش البكا وما كاينش الشكا لان هذو اللي كل ثلاث ايام ماتش بعدا كنبغي نقول لهم برافو واخا هادشي راه عادي مي صافي خصم صافي لا برافو عليك شفنا مازال غنرجعوا للماتشات شفنا حتى حيمر لي تشكا حيمر لي تشكا و30 عام حنا تلعبوا ماتش كل 15 يوم راه خدمتوا ما علاش ما ديرش موتيفاسيون دابا واش قال لك ماشي خدمتهم وصافي علاش نقول لهم برافو برافو انا بس البرنامج خويا برافو ما هذيك كنت كتخلص باش ندير برنامج زعما عادي جدا اه كنجي نتخلص باش ندير برنامج ديالي كل نهار مرة كلعبها كل ثلاث ايام كل نهار ندير البرنامج نتاعي باش نتخلص كنجي نخدم باش نتخلص في الاخر الشهر حتى هما كيجيو يخدموا يلعبوا باش يتخلصوا في الاخر الشهر ما اون بليس راهم الله في صحتهم كيترينيو تبارك الله بعدا انتم تعجبوني بهذا السنطيحه نتاعكم زيني لا زعما خدمتوا زعما حمود انا جاي عيان ما بغيتش نهضر انا قاطعتوني بزاف وما بغيتش نهضر بزاف اسمح لنا حمود اسمح لنا انا بعدا نسيت ما قلت لكم خونا بوصيجور كنسمعنا بالتليفون واش تصحتي كي قالوا لي درتو واحد ليميسيون علماء جونيور ها علماء جونيور فين درت رسوم متحركه وديكشي لا شنو علماء جونيور سير الله يزيد السوارة علماء جونيور ديال الوليدات الصغار حلقة واعرة بالله بغيتو حنت ما كنتي غتقول فيها والو بقيتو متفرجتي بقيتو على الناس هامي خيات هامي كيات والله يزيد حلقة واعرة نتمنى ان تسمع هذيك خاصكم تسميو الهضادرية جونيور ايميسيون الهضادرية جونيور ديال الوليدات الصغار
وتلاقيتوا بيناتكم غير صغيورين الله يهدس واحد ستوب الله يهدس افكتيمون انا ما انا ما كانوش عندنا الرسوم المتحركه ما جوست ما كنتش علاش ما كنتش ما حضرتيش البرنامج من الاخر مشينا من الاخر كتب عليكم احنا ما كانوش عندنا ما كانش عندكم متفرج تفرجتوا قالك متفرجتوا تفرجتي في اللي بعدو لا 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 مش كاش كتي عقده في حياتك لا ما انا شفت ويدي ويد بيكر هو اللي كنت نعرف احنا ما كانوش عندنا الرسوم الرسوم المتحركه نتاعنا هي الترومبيه وهي سميتو البي هما هادو هما الرسوم المتحركه نتاعنا انا براسي كنت رسوم متحركه بديك لوقيته حنا كنا عرفتي حنا كنا الرسوم المتحركه ديال والدينا حاضرين اما نتوما ملي كبرتوا جاوا حطوكم فواحد القنيت باش تفرجوا في التلفازه حنا كنا في الدار حنا هما الرسوم المتحركه شي طالع شي هو شي جاي وتبارك الله حنا كنا بين سته والعائلات كلهم كانوا بهم خمسه سته سبعه هذو هما الرسوم المتحركه ديال الوالده والوالد باسكو الوالده والوالد كنا حنا هما الرسوم المتحركه نتاعهم ناشطين معاهم هكا بلاص صح هبط زين اجي حموده خويا اما انتم كان تيجلسوكم في الداري تيجلسوكم في الداري يعطيكم البيبرون جلس تفرج لا حول ولا قوة الا حموده اسمح لنا لا لا يعني باقي باقي ما باقي ما تمقلبش باقي ما تمقلبش النقطة الثالثة خويا حمود النقطة الثالثة بغيت نظرك الوليد المغربي عبد الصمد الزيزولي اللي دخل اللي دخل السيمانة واخا لو طون كان قليل وداك الشيء مي باين كاينه كاينه كي كنقولوا هنا شحال شي حوايج اللي كان دخل في الاخر ولكن كانت شي بريستاسيون ديالو اللي مزيانه اللي بعدها حنا مروان زلزولي اول لاعب مغربي زاد في المغرب كيلعب في البارسا واحد هذه ما تزادش في المغرب ما عرفتش في اللاعب ما تزادش في المغرب حكيمي تزاد في المغرب ولكن لعب في المغرب ما البارسا البارسا ما كانش يلعب معاهم واحد سميتو ناعم لا ماشي معاهم كان يلعب ناعم قديم ليكيب لا ما كانش ما عرفتش اخويا انا كي قلت لك نتمنى ان شاء الله يزيد يعطيك اكثر باش نشوفوا لان كاين شي حوايج اللي بان فيه كاين 20 عام كاين اللمسه ديال الزلزولي نتمنى تعطي بلوس دو كونفيونس ويتقاتل على بلاصتو واخا صعيبه في البارسا ولكن ممكن كل شيء ممكن البارسا مساكن حتى نهضر انا عاد تيبدا يديروا عاد تيفهموا اما جابوا مغربي باش يطلع لهم الروح شي شويه فهمتيني فهمتيني مساكن تيعزو عليا والله تيعزو اخا سيد لونترينور اللي هضرتي عليه وقال لك كيكي سيتيان كيكي سيتيان هذاك كيكي سيتيان حموده زعما سانسان شنو بقى عندك الوقت لا ما عنديش شوف شنو بقى لا بغيتي واللي بغى يفهم الكره سلام على الفيلم قبل ما تعاودش ليا ولا اللي بغى يفهم الكره ويتعلم الكره ديال واحد دي جوار اللي تيكونوا في واحد النيفو يطلعوا من المدرب نتاعهم واحد النيفو اخر يشوف لي زونترينمون تاعو اشبيا قال لك نعيم ديال الاسبانيول اسبانيول شكرا اشبيا شكرا هشام اسبانيول بارسلون تاعو المهم بارسلون دونك ما مشيتش بعيد سي بارسلون ايوا بحال يا ال سي يا بارسا مدينه واحده جوهم بطاطات لا حول ولا قوه الا بالله العظيم واخا يلا لا نمشيو ندوا على البطوله وندوا على الماتش ديال الجوله الثامنه من منافسه البطوله الاحترافيه اين وين نذكر المستمعين كرام بلي ريزولتا الجمعه شباب محمد يربحوا حسن اكادير بجوج زيرو برشيد تعادلوا مع اسفي بزيرو زيرو نهار السبت الفيوس خسروا مع لوسيكا بجوج لواحد دياجي خسروا مع الرجاء بجوج لزيرو والام سي يو خسروا مع الجي اس اس باربعه لجوج نهار الاحد بركان ربحوا طنجه باربعه لواحد الوداد ربحوا الماس بواحد لزيرو واتزم خسروا مع الجيش بثلاثه لزيرو كما جرت العاده اون فوا ني با كوتوم كل جوله كنختاروا الافضل واللي كان اقل مردود في الماتشات ديال هذه السيمانه بدايه غتكون بافضل لاعب بالنسبه لكم في الجوله الثامنه من منافسات البطوله الاحترافيه انوي هذا الموسم عز الدين انا احسن جوار اللي دابا هادي شي دو ترو ماتش ولا تنشوفو وتنفوكاليز عليه ملي تيكون لاعب هو لاريا سنترال غوشي ديال سميتو ديال السوالم ديال حد السوالم ها لمسن 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 داكو لمسن ميم واخا ثقيل شي شويه مي لي زانترفونسيون تاعو امبيكابل تنشوف لي رولونس تاعو مزيانين لا ليكتور دو جو مزيانه سميتها السؤال مكان حد السؤال مكان خصهم واحد لاكس سنترال ديكسبيريونس وتنظن بالله سي الحمر لقى لاكس سنترال تاعو ديال افيك دو ليكسبيريونس دونك انا المسن عجبني بزاف دابا ما قلتها اليوم ما قلتها في هذا الماتش هذا باسكو ترى شفتو واحد دو زوتر ماتش وكنت نبغي نختارو
اشاك فوا سي دو زوت ماتش داروا مزيانين هو رمي لو تيران دابا ملي توعد نجيما رجع رجع لاكس وا اه بون هو ميليو ميليو ديفونسيف كي كي دابا لعبتي دو ماتش ما ترو ماتش حيت نجيما نجيما مبليسي داكور داكور واخا ميور جوار بالنسبه لك المسن دو ترو بغيت نختارو شكون هو ميور جوار المسن المسن انت داكور سيرتو سيرتو هاد السيمانه هادي اللي كنهضروا عليها دابا لا هادي دابا الماتش الاخراني لعب كان كان زعما اكسيل راه شكون اللي كان طيح النيفو اللعابه تنظن واحد ما لا شونس ما كانتش معاه بزاف سي بور سا كو وحارس المرمى ديال الركوز ديال الركوز ديال واتزم وايا وايا تانا وايا بورتون كيدير ماتشات زوين تانا وايا وي مي شوف يا دي ماتش انت واش جاي دير بابي كربوني وايا هاي مقيد عاوتاني هاي مقيد واش انا باز يا ناقل عليه انا يا دي ماتش و تطيح بشي تطيح بدي دي جوار اللي ما ساعدهمش الحد افكتيمون تيدير دو بون ماتش بعد الخطرات وانا مي تنشوفوا الحاله ديال واتزم هاد الايامات كوميم راه مازال جوسكا بريزون النتائج ما جايينش من عنده باسكو لا سول فوت لي دار هي لا فوت ديال ديال البارح وي اون فوت فهمتي البارح حاست ان جوغ سون بالنسبه لوايا فوالا باسكو واخا البيت الاول بيلانتي تماركا عليه بون ما عنده يدير لي دو بيلانتي تماركاو عليه الي با فوتيف مي هذاك لو غولاشي دو بالون جعل الفرقه نتاعو تاهي واخا شكون الفرقه اللي كانت توب السيمانه بالنسبه لكم انا تن توجور حد سوالم حد سوالم اصبحت السؤال مغمشي في حاله باش نشرح لك نوتس معاك شنو الى عندك الحق انا قال نوتس لا لعبوا مزيان تيلعبوا شوف ما تبدلوش الطريقه ديال اللعب تاعهم تيلعبوا تالو سيكا تالو سيكا ايوا تالو سيكا دير دير خالص لا غندير السؤال صافي دابا حتى شحال واحد تيقول لي صاحبك ولا باش صاحبك لا ما كنتش مزيان الكره اختار لي اللعاب اختار لي الفرقه وا شنو عيطت على السؤال لا شوف مي تيكونوا شي وحدين كي ريبيت لا ميم شوز جوج ثلاثه اربعه الخطرات وشنو حيت صاحب حموده نكونوا ضده ميمكنش لا ميمكنش شي حاجه سهله الفرقه لعبه بحال اللي تلعب ديما ما تيولي اللور ما تيتخبع ما تيديروا لا البلوك لا يشدوا المنافذ وداك التخربيق نتاعهم تيلعبوا الكره اللي تلعبوا نرجعوا عنده الماتش الفرقه اللي كانت مطيحه النيفو ديال السيمانه الجوله الثامنه صغرين النهار الاول عز الله يلاه قول انت الاول باش ما تقولش الاول الركوز الركوز عز الدين اللي كانت مطيحه لو نيفو نتاعها ودابا شوف اش غادي نقول لك هي طيحت النيفو نتاعها وربحات شكون انا بالنسبه ليا شكون هي محمديه بالنسبه ليا ما لعباتش بحال اللي تلعب ديما لا وانا دابا تنقول انا اشرح لي اشرح لي نشرح لك فهمت ما بقاتش تلعب بحال اللي كانت تلعب عطات الكره بزاف للفرقه الاخرى باسكو مي لا جوي اون كونتر جو بونس كو لقات وي إيه لا دابا غير باش الناس يفهموني باسكو هذا المشكل عندي ديما كاين واحد الفرقه تتلعب بواحد الطريقه ديما 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 داكور الوغ ملي تنشوفها غيرت الطريقه نتاعها ولعبات بلادها وان با يو بوكو لا بوسيسيون دو بال الفرقه الاخرى خدات لا بوسيسيون دو بال بزاف ودركات عليها اللي هي الحسنية تكادير دركات عليها بزاف وبدلت الطريقة ولات تلعب اون كونتر وما الا ماركي افيك دي كونتر دونك حسنات شي شويه في لي كونتر واني ما بقات ماشي على ديك النهج ديال الطريقه ديال اللعب نتاعها اي او ميم طون داروا شي حاجه اللي انا تنظن كانت ضدهم هي فزقوا التيران بزاف وديك التفزيقه ديال التيران بزاف ساعدات بزاف الحسنيه كو ساعدات شباب محمديه انا ما تنقولش شوف تنقول على لو جو كيفاش كان لو جو طريقه اللعب طريقه اللعب هما ربحوا برافو عليهم استغلوا الفرص اللي جاوهم لي دو زوكازيون اللي جاوهم استغلوهم مي سا نونبيش كو لا كاليتي ديال اللعب نتاعهم ماشي الطريقه اللي تلعب نتاعهم انت ما عجبكش محمديه غيروا الطريقه الفرقه ما عجبتكش محمديه فوالا واخا كاين تا طنجة هي اللي بغيتي تهضر تا فوالا تا طنجة برافو عليك تا طنجة مي طنجة علامة استفهام كبير الى لاحظت حموده طنجة هاد لا كاليتي ديما بحال بحال شتي البيت البيت ديما عندهم مشاكل ديما عندهم مشاكل دونك كون جيت تختار شي واحد هي اللي كان تلعب مزيان وهبط النيفو نتاع زعما هبط شتي حنا غنرجعوا كل ما شتي البيت الرابع ديال البحر ما يمكنش تقول فرقه شامبيون ولا شي لا حشومه غنرجعوا الماتش اربعه كونتر واحد في لا ديفونس واخا الميور اربيتر بالنسبه لكم ديما انا بوسليم بوسليم
وسمح لي تسألنا بحاله لا قول لي عشان ما نديرو لا إلا إتي أصفر ثلاثة البينالتيات كنظن وواحد البينالتي صفر ليه عطيه دقيقة 48 زعما في الطومور وجات لاكسيون زعما واحد آخر يقول لك وي سير كمل بالون واحد آخر زعما يقدر يقول لك فهمتيني قرب صافي سالات ميطا ولكن تبارك الله أنا بالنسبة لي كيعجبني هذاك الوليد وحتى ذاك لو سون فرو ديالو تيعجبني دابا أنا في الأول ملي شفتو صفر بينالتي الأول كنت خيفان توقع شي أكسيون بحالة وما يصفرهاش ما يصفرش وقعد لا ميم اكسيون باسكو سي با دي بيلانتي اللي تقول 100% بيلانتي راه البيلانتي اللي تصفروا راه تقريبا كلهم بحال بحال فهمتيني شنو بغيت نقول لك كريم زعما كانوا لي تي جو ولا ني بون وني صفرهم كاملين دونك ملي تصفرهم كاملين دونك راه ما تعداش على شي واحد راه عطى لي ميم هذاك اللي دفع سميتو لاريير اللي دفع الجوار واحد اخر عندك روبين ابو سليم دار الماتش ما بين الام سي او والسوالم الناس اللي كيسمعونا هذو الماتش ديال ماتش فيه الحمر ضروري زعما ماكاينش المشكل والله الا عرفت كتقولها بالله واخا تهضروا على الشيء ديال السيمانه الجايه نقول لهم ما يكونش دابا سي بو سليم دابا صافي شي 2 و 3 فوا وحنا كيكون مي غابيط كنخسر مي غابيط واخا البحط ديال السيمانه البحط ديال السيمانه بسانسيرمون ما ما بليش شي واحد دار شي طبوحيطه كبيره بزاف ما بليش انا كان عندي واحد ونسيته فين كيلعب غارديان دو بيت اللي كنا هضرنا عليه هنا وايا هنا كارت بيت ما عنديش ما بنتيش كريم واقيلا بداو تيسمعونا حتى انا ما باش لي زعما السيمانه ما باش شي واحد دار شي طبوحيطه بداو تيسمعونا ما بقاوش يطبوحطوا بزاف وغير بغينا نقولوا للناس هذه الكلمه ديال طبوحيطه راه جات عندنا ما جايهاش من شي موضوع اخرى ضروري كوبيرايت لو كوبيرايت نتاعنا وي دونك ما كاينش شي واحد تبو حضره السيمانه برافو لا ما بانت لي زعما ما بانت ليش تبو حضره انا كنت خايف من الجول ديال السوال معاوتاني ولكن بان ليا علوش زعما كان مزيان ما دارش شي حاجه ماركا ولا ملي كانوا رابحين ثلاثه اي ناس كنت خايف لا يبدا ينعس عاوتاني الساعه برافو علوش لا ما شوف ولا لاحظتي واحد الحاجه انا ما نبقاوش يطيحوا يديروا ديك النعاس وديك شي بزاف وي نتفق معاك لا ما بغاش نقول لهم نقول لهم حنا راه حنا على القرص بالمرصاد حنا بالمرصاد الا مشى حتى شي واحد بدا يخربق عاود غادي نخرجوه في الجورنال واخا نمشيو ندوي على الماتشات وغنبداو بالماتش محمدين اللي ربحوا اكادير بجوج لزيرو فيكتوار مهمه جدا 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 لفريق الشباب محمديه باغ كونتر حسنت اكادير اللي كتكبد الهزيمه الرابعه ديالها هاد الموسم هذا اون فيكتوار اللي رجعت شويه السوف اللي رجعت نفس الشباب محمديه عز ديك كسوا لا مانيير ليسونسيال الشباب في هذا الماتش هذا كان هو لي 3 بوان لانه شحال هذه ما خدوا 3 بوان ودايو غدو دوزيام فيكتوار ديالهم هاد لا سيزون لا هي احسن حاجه اللي داروا هي لا فيكتوار صافي كشي احسن حاجه اللي داروا هي لا فيكتوار حاجه وحده بحال اللي قلت لك قبيله شفتهم فزقوا بزاف التيران بزاف 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 خلاوهم ايوا كنت انا مي شفتهم فزق هكاك باسكو هذوك اللي تيخرجوا الماء الا لاحظتوا قبل الماتش راه خلاو واحد الطبعه كبيره شاكوا تيخليو واحد القلته قدام ديك البوب اللي تيخرج الماء بزاف التيرانات كيديروا هذيك كتعمر هذيك الطايه تتعمر دونك في الاول تحسبني هذه تساعدهم مي اون فان كونت نورمالمون كاين على حسب لان كاين دي زونترينور اللي تيبغي اون مينوت ديال الغوزاج كاين اللي كيبغي 40 سكوند فهمتيني الوغ اللي كيخليها بزاف على حسب تا كيقول لك حاجه من حقه بيان سور وانا ندخل في تيراني ندخل في تيراني نخلي الغازون كبير بيني وبينك حموده لونترينور ما عنده ما يقول لي قول له بغيتو فازق ولا اني لبزقو بزاف راك تبقى تقلع الربيع والجارديني هو اللي تيتعذب في هذا الشيء اتونسيون باسكو اللي تيتحكم في الغازون شوف اللي تيتحكم في الغازون هو الجارديني ولكن الجارديني خصو يتعلم ولونترينور يقول له بغيت تيران فازق وانا ما يكونش عايم تقول لي الجارديني بيان سور هو اللي كيتحكم حنا حتى كنا ولكن ملي كتدخل كتقول كنت انت اللي كتهضر معايا كتقول لي حنا كنا في التيران تندير لي زونترينمون كدور عند الجارديني كتقول لي بغينا كدوكا فهمتيني بغينا كدوك ماشي مكاش حيت هو جارديني بيان سور هو عنده لونتروتيان ولكن حنا اللي كنلعبوا انت كتقدر تقول ليه وخلي الغازون يطلع بزاف حيت انا مدخل في التيران نقدر حموده هادي متفق معك تقول له 0.5 ويدمي ماشي هذا هادي ما كاين مشكل ولاني تقول له عمرو بالماء لا طيبو كيكون ما يمكنش انت كتعرف دابا هذوك لي زيغول اللي كيطلعوا اللي كان اللي كيسمى راك ما كيطلعوش كلهم في خطره واحده راه كيضرب هذاك من الجهه اخرى عاد كتجي الوسط عاد كتجي فهمتيني الوغ انا كنقول كاين المده كاين اللي كيقول لك دير 30 سكوند كاين اللي تيقول لك دقيقه كاين اللي
المهم هذا الشيء تنعرف الجارديني هو اللي تيعرف لهذا الشيء على حسب لا البروغراماسيون السازين كاينه في انا قلت لك هذا الماتش هذا ديال بانت لي اول خطره محمديه اللي خلات بريسك خلات الكره ما الا بغينا نهضروا هكا خلات الكره للفرقه الاخرى وربحات حسنيه ها سي لا بروميير فوا اللي تتبان لي انا باسكو واحد الوقيته كانوا شي 60% ديال لا بوسيسيون عند حسن التكادير ميم كثر واحد 63 بريمير ميتون كانت عندهم 63% دو كانوا لاعبين بلوتو ديفونسيفمون الحاجه اللي تيعرفوا يديروا مزيان سي لا شوز كي صاب بيان فيغ باسكو سي محمد الى اكسي لو جون تاعو بلوتو سور لو لا فاسون دو ديفوند وبداو تبداو مني شافوا راسهم دايرين هكا ولاو ديك لي فلاش نتاعهم اللي هما المترجم سميتو اللي تغيرات الطريقه تاع اللعب مع لاعب كابيتان هذه السيمانه مرابط فهمتيني دونك ولات ان بو بلوس دامبولسيون فير لاتاك اللي ولات بلو بيرسيستانت لا هو لا هو ولا المترجي بجوجهم كانوا يمشيو باش يلعبوا اون كونتر وتنظن بالله هذا الماتش هذا يمكن يعطي واحد القراءه جديده لمحمد ويقول بوتيت كنبدا نخلي الكره للاخرين ونلعب اون كونتر بحال اللي كان تيدير مورينيو ملي تيلعب مع البارسا فهمتيني تيمشي تيتخبى على اللور وتيبقى يصيفط لهم لي سكود اللي هما غاريت بايل وبنزيما وكريستيانو رونالدو وبدا يربحهم سيت اون فاسون سيت اون فاسون دو جوي انا قلت لك اول خطره شفت المحمديه اون مونك دو بالون وربحات وحشومي تماكك الدوزيام بي دي محمدي كوفون دي المترجي زعما صابر قول ديال الحسنيه خلا فيها انا بالنسبه لي كيف هضر سي عزيزيان المحمديه هضر الحسنيه الحسنيه ما كانوش خايبين لعبوا مزيان داروا بون ماتش ولكن عند الجماهير الحسنية تقول بون ماتش غتجي شويه في الشكل انا بالنسبه لي فوالا ميرسي حموده ميرسي هما داروا ان تري بون ماتش وخسروا شتي دونك حنا ملي تنجيو نختاروا راه ماشي حيت تخسر ما لعبتيش مزيان ما عندي ولكن كتبقى حوايج لان كانت تخرج شي مين فيكتوار دازها في البلاد وشفنا كيفاش كانت والوغ فهمتيني كي كل الجماهير ولا كاع اللي كيبغي الحسنيه كيبغي ان بو دو كونتينيتي فهمتيني الوغ وين حمود هذا ديما ربح ديك لا لا شو ما تسمع كذاك الفيديو انت تدير الشات تاع كله وتلعب اغلاط كيدير لا صاحبي ولا شويه الوسط صاحبي ما فهمتش ماشي حتى شي كوفنا اللي صعيبه وفي الشبكه الوسط بشويه جايه بشويه وداز من الاخطاء كيتماركا دونك ماشي اخطاء بحال هادو اخطاء تكتيكيه اخطاء ديال لومبلاسمون ديال اللعابه وماشي بحال هاد لي فوت هادو اسمح لي لي فوت راه كدقدق فرقه اصاحبي وي خدمه ديال السيمانه كتريبه باش بوالو وسورتو لاعبين الوسط وسورتو دايرين لي فور دايرين لاعبين زوين دايرين لاعبين لاعبين خطا كبير داروا صابر كاردين البيت ديال فريق حسن اكادير اللي سيغت ما كانش البيت الاول البيت الثاني ولكن البيت اللي خلانا الحسني هبطوا الفيسي خاسر بجوج ماشي بحال خاسر بواحد تقدر ترجع وكيبان لك بانه قريب انك ترجع في السكور انا شباب محمديه وهارد لك الحسني اكادير يوسف برشيد تعادلوا مع اولمبيك اس في بزيرو لزيرو انا بغيت نقدموا تعازينا مدرب ديال فريق يوسف برشيد الوفاه ديال الام ديالو خويا انا لله وانا راجعون الله وانا راجعون والله يسلمك مني جبتي حتى التعزيه بغيت ندير واحد التعزيه في وفاه اللاعب السابق ديال الرجاء البيضاوي والاولمبيك البيضاوي سي اوزوغات وزوجات توفات ليه الوالده ديالو الله يرحمها وي الله يرحمها تعازينا الحاره لسي فتحي المدرب ديال فريق يوسف برشيد وبطبيعه الحال الله يصبركم اخويا ان لله وان الى راجعون نرجعوا ندوي على هذا الماتش هذا اللي قبل نتوقف مع فاصل اشهاري موجز الرياضي ونرجع معكم مستمعنا او في برنامجكم علماء دمارس فاصل اشهاري والموجز ورجع التشويق يتصاعد والأجواء تنبض بالحماسة الخطوط الجوية القطرية تحلق بأقوى منتخبات كرة القدم إلى قطر في بطولة كأس العرب فيفا 2021 انضموا إلينا من 30 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر احجز باقتك على qatarairways.com نفتخر برعاية كأس العرب فيفا 2021 سليماني البلومبي هذا اييه مرحبا الحلب دا كيبرد وبغيناك تركب لينا شي شوفو يكون مزيان باش نصحنا الا بغيتي الشوفو ما عليك غير بشافوطو المنتوجات ديالها ساهلين في التركاب وفيهم الكارونتي ديال الضو ولا ديال الغاز شوفوات شافوطو ديال الضو كلهم اقتصاديين اما ديال الغاز الصح والامان حيت محترمين فيه جميع المقاييس العالميه ديال السلامه شافوطو 100 عام الخبره في مجال السخانات
الشوفو هو شفوتو. بطولة كلوب برنامجكم الأسبوعي كل نهار خميس من 9 ل 10 ونصف الليل. بطولة كلوب نقاشات جوانب الإدارية والتقنية للأندية الوطنية، نقاشات وحوارات مع رؤساء مدربين ولاعبين، بالإضافة لآراء وأسئلة جماهير الأندية. كل هذا على برنامجكم بطولة كلوب كل خميس من 9 ل 10 ونصف الليل. تابعوا بطولة كلوب على راديو مارس مع المغربية للألعاب والرياضة. ام دي جي اس نربحوا الرياضة. الأخبار الرياضية. مرحبا بكم مستمعينا، والبداية بنتائج البطولة الوطنية الاحترافية إنويف قسم الأول، والتي اختتمت فيها البارح مباريات الجولة الثامنة واللي عرفت تعزيز فريق الوداد الرياضي لصدارة سبورة الترتيب من بعد ما انتصر بواحد الزيرو على حساب فريق المغرب الفاسي. النهضة البركانية كتفوز كذلك داخل قواعدها 4-1 على حساب فريق اتحاد طنجة، فيما الجيش الملكي كيرجع بانتصار بثلاثية نظيفة من قلب ميدان فريق السريع والضمع. القسم الوطني الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي كذلك اختتمت في البارح مباريات الجولة السابعة واللي عرفت التعادل الإيجابي 1-1 ما بين أولمبيك تيرا والراسينغ البيضاوي. المغرب التطواني كيفوز 1-0 على حساب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، فيما رجاء بن ملال كينتصر كذلك بنفس النتيجة 1-0 على حساب فريق الاتحاد البيضاوي الطاس اللي كيستغني كذلك على المدرب ديالو محمد مديح. وفي الختام غادي يواجه اليوم فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية وديانا ناظرو مالابو الغيني استعدادا لمنافسات عصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية واللي غادي تنطلق نهار الجمعة بالديار المصرية.
سمعنا كرام يا مزينة محمد راي جتي مالا فولي بين روائع أغاني الراي أوسي اللي بقات خالدة عند الناس عند قادر بقات خالدة عند قادر عبد القادر عبد القادر عندك شي قصة مع الأغنية هذه جتي مالا فولي محطم يا مات كومبينغ ديال الوالدية عبد القادر يا مات الوالدية كومبينغ وديك الصويرية لا هو الصويرية هو صويرية قادر الصويرية حتى الوالدية قريبة حتى الوالدية قريبة واخا سيادنا نرجعو حنا ندوي على الماتشات وندوي على نكملو حدين على الماتشات وقفنا عند الماتش الثاني اللي جمع بين فريق شفيز برشا اولمبيك اسفي ماتش سالا بزار وزار ما بين الفريقين اللي في محكون ديال هذا الماتش هذا كامل هو البينالتي اللي تزقل واللي كان نورمالمون نورمالمون حيت دابا الناس ملي كيشوفونا كنهضروا حنا راه عندنا عبد القادر باش يعرفوه بان هو اللي كيدير هذا الشيء هو اللي كيدير الناس كيوقف هو اكثر من الفار لا خصو يتعاود بيلانتي لانه ماجد ولكن ايمن ياك ايمن ماجد ولا مختار ماجد خرج من لاين ديال بيلانتي كيخصو يتعاود برشي راه خلي الخرجه اللي خرج وعاد اللعاب ديال الاسفي اللي كان داخل من يلا غيبغي يضرب من يلا غيتيري هذاك الوليد مي كنقول حتى البينالتي تضرب بطريقه ما انا بالنسبه ليا ما عجبتنيش كونوا واضحين علاش واش شي طريقه اللي تيرا بها البينالتي ديك كيفاش زوينه عندك لا ولكن البينالتي خصو يتعاود اسمح لي البينالتي خصو يتعاود وراه ماشي شحال من بينالتي في دابا اللي داز وكريم خصهم يتعاودوا انا كنشوفهم في التلفازه والله شحال من بينالتي خصو يتعاود كيقول لك اللعابه كيدخلوا قبل من بحال دابا غير اللعابه دخلوا قبل ما يتيري اللاعب والاربيت ما كيشوفش كيشوف هاد الشبكه اللي تماركات ولا تزقلات وصافي شحال من واحد اللي تمارك خصو يتعاود واللي تزقل خصو يتعاود وي كون شحال قانون بين قانون واضح ما كاينش بزاف ديال القوانين اون برينسيپ ديك الاربيت دو توش تيجي تيدخل لداخل باش تيشوف هذاك دابا مني لا هذاك دابا ولات عنده غير مهمه ديال الاكثريه ديال الجول لا خرج من الخط ديال الجول كيبقى اللاين ديال الاخر واقيلا تيدخل لداخل باش يشوف هذوك اللي تيتعداو لا لين كريم انت بقاوش غادي دابا هاد الملاحظه راه صفر المختار سالينا قانون بين قانون واضح عقل على الهضره اللي كنقول لك وانت الناس هما معنا ولاو يحضيو بين اللعبه لا اللعبه كلشي كيدخل راك قلت على الجول فاش كيخرج من لاين الا خرج من لاين كيتعاود بيلانتي والجول كياخذ صفر اللعب لا دخل عادي لا ما عاديش ايوا حتى هي خصدر على حتى هي انا بالنسبه لي الا دخل ليكيب ادفيرس دخلات وتماركات الكره كيبقى لافونتاج هذه راك عارف انت ولكن من يلا باقي السباق ما وصلش للبالون واللعابه داخلين راه حتى الماتش ديال الحد السوالم مع سميتو راه كانت فاهم الفرقين بجوج كيدخلوا زعما اوكان ريسبي البينالتي وحتى الاربيت زعما عادي جدا دون لونسومبل دو ماتش كيفاش جاكم الماتش ما بين برشيد واسفي؟ تخي موان صافا تخي موان تديك صعيبه تبقى تتفرج في الماتش سي بور سا كو ما عندناش شي حاجه كبيره ما نقولوا فيه صعيب باش يا تبقى فيك الحال باسكو تتقول هاد الفرق بجوجهم كان خصهم ولا بدات شي وحده تربح باسكو برشيد اون بليس لعبه في تيرانها 3 بوان بحال اللي تنقولوا ديما سي بيان ولاني تا اسفي واني شوف اسفي تنظن تيكيليبرات من نهار اللي ولا لهم لا ريسونترال نتاعهم ما ديفونسيفمون
ولاو شادين راسهم مزيان. انا كلوديو اتوعات السيم سوا خرجت السيم لازم مالغري سا مي تيكون راه تيعطي واحد الثقه فهمتيني رابور راك يا انا هاد لي دو ماتش هادو اللي لعب عاد جا انا بالنسبه ليا عاوتاني اسفيت هذاك الوليد محروس اللي ولا كيلعب تا هو في حدا مشط تا هو ولا كيدير واحد لو رول ان غولايور اللي كياخذ مع لا ديفونس شويه كيلعب مي مازال خاصهم لنا كيقلبوا على انتصار باقي كنشوفوا حتى اسفي واش واش اتفق معايا ولا لا كنشوف دائما انهم بزاف ديال التعادلات لا هذا العام ولا العام اللي فات ولا العام العام اللي فات كنظن كيمشيو بزاف في لي ماتش وي باقي مسائل ما غاداش معهم الكره كوم يلف وبرشيد عندهم كمام ديك الوليد ديك فكاك زوين زقل زقل زول. لا زقل داكور زقل ولينين وي زقل سي اس دي راه جات واحد الكره راه ما يمكنش لا وين يا حموده انا متفق معك وليني كمام واحد دابا شي ثلاثه د الماتشات لا مزيان من اربعه زعما تيكون باغمي لي دو تروا مير جوار ديال الفرقه نتاعو خصوصا بروميير سيزون سيزون في ليليت زعما برافو كاين بافوا كريم انا معك راه مزيان ولكن بافوا كي شي كره تجيك خصك تماركي جاتو كره اللي خاصو يعطي ما عطاش راه الحوايج راه هما اللي كيديروا الفرق ما بين اللعاب ولعاب انا هضرنا على باعوش وهضرنا على مبارك ذاك النهار ليكسبيريونس اوسي ليكسبيريونس ليكسبيريونس باش تاخذ لو بون شوا اي بو ان بو ديكسبيريونس انا ما جيت نقول السي عز الدين خصنا شويه لا بافوا خصنا نحيدوا اللعاب خصو يعرف راسو بان راه ان جو كوليكتيف اللي كان صاحبي احسن خصني نعطيه هذا هذا قانون حنا حفظناه من مني كنا صغار ولكن لا تاكون ديما تكون شويه طماع رجعت نعطيك غير لقطه باش لا تاكون ديما تكون طماع واخا واخا لقطه انت علاش تاخذ انا نعطيك هذه اللقطه ديال مصوفا البارح واش 3 كونتر باش يعطي الفيم تيره فهمتيني دار واحد ماشي المره الاولى كيدير هو دارها في ماتش الغانا وليو ديما الرجاء والوداد هنا كتفدي الفرق ما بين اللاعب والرجاء والوداد عطاكم شو الفسح واخر يبقى اللقطه ديال سامحني دغيا اللقطه ديال الهبطي مشابهه بلاص ما يديروا طالوناد للمحسن اللي بوحدو وهذه شتت لا ديفونس كلها تمشى عاود ضربه ما عليناش يلاه نزيد فتح خسروا مره اخرى فتح هزيمه مره اخرى ونتيجه سلبيه اخرى امام فريق اولمبيك خريب هذه المره ماتش كبير داروا لوسيكا كيرجعوا في لو سكور دوزيام مي طون اكسيبسيونيل داروا لوسيكا مي علامات استفهام كبيره على الفتح سانسيرمون الفوس نوقع في الفوس دابا الفوس الا جيتي تشوف البدايه من البدايه السنه كيكون منتصر بروميير ميتون دوزيام ميتون هي كيرجع كي قلت لك كي كي زعما كيعاود يدير رومونتادا اخرى عليه وكيخسر ولا كيتعادل بزاف المقابلات اللي شفنا سيرتو دوزيام ميتون احسن ميتون اللي دار مع في هذا العام هي مع الرجاء دوزيام ميتون انا كنرى دوزيام ميتون الجوله الثانيه هاد السيمانه شنو كاع شي كيفاش تقول لي بانه امين بن هاشم كي هادشي انا بالنسبه لي على حساب الهضره دي انا على حساب الشوفه ديالي هو داك الشيء كيخصو انا بالنسبه لي ما على حساب الهضره ديالك بغيت تقول لي بانه امين بن هاشم دائما ما كيعرفش يحافظ على السكور ما بالفرقه ما كتعرفش تحافظ عليه لان كانت رابحه قلت لك شحال من مقابله كانت رابحه بريمير ميتون وفي دوزيام ميتون عاوتاني هي كتعادل هي كتخسر لا ميم شوز هاد السيمانه عاوتاني شتي كنا كانوا منتصرين دوزيام ميتون خرج دخل بطريقه اخرى هي ديال كيقلب على لا بوسيسيون دو بال اكثر من ايزيدي ماركي شفنا راه واحد الكره راه ورانا القادره 34 باس اللي كانت غير عاديه فهمتيني وي كنظن انا هذا مشكل عند بن هاشم باش يقدر يحاول ما يمكن يتفاداه لان سيرتو دوزيام ميتون كي قلت لك انا احسن دوزيام ميتون دارت هي مع الرجاء اما المقابلات الاخرين كتكون بريمير ميتون مزيانه دوزيام ميتون كيهبط انا يمكن لي نحمل شويه المسؤوليه لسي بن هاشم واني ماشي كلشي ما يمكنش واحد الفرقه اللي ما ربحاش مشحال هادي هاد لي جوار تا هما ما يمكنهمش يديروا اكثر من اللي خصهم يديروا واش ما خصهمش تا هما يفيقوا واش تا هما ما خصهمش يدابزوا اسيدي يلعبوا غير اللعب لي بلا 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 ما يقول لهم المدرب يديروا شي حاجه اسيدي بلاش وانتم اش تديروا تما حتى انتم براسكم اش تديروا انا زعما هاد لي جوار هاد لي جوار ديال المغرب كنقاطعك اسمح لي راه اللاعب يقدر يدير ولكن الا كان لا غير انا معاك في شويه اللعاب ولكن كاين دي زونترينور اللي كيحبس لك ما يخليكش اسمع اخويا حموده شوف راك متى تلعب الكره راه واخا ما يخليكش المدرب دير ديك الشيء اللي خصك دير بحيث انت دابا هذه 6 الماتشات ما 7 الماتشات انت ما تضربعش 8 زعما خصك تكون انت عندك النفس شي شويه واخا المدرب قال لك دير شي حاجه او بو دو مومون خصك انت تفيق وتقول واقيلا هذا المدرب راه غلط ورينا انت اش تعب دير وانا حتى هما ينبخين با لينيسياتيف انا غنهضر على الكارديان بالكارديان بن عبيد دوز ماتش مزيان مع الرجاء شفنا هاد السيمانه جلس ودخل امسيف
بن عبيد دايوغ اللي خرج مشى هز طنوبيته ومشى ديمارا الطنوبي قبل الماتش ومشى. ولكن انت كتشوف شكون هو هذا؟ بن عبيد الجول ديال الفتح. سانسيرمون حتى الاختيار ديال امسيف امسيف سيرتو الغارديان سيرتو الغارديان يكونوا واضحين كومبيتيسيون كتلعب باش خصك الكريك باش تنوض باش تنقز من هنا لهنا سي اوسي تري كومبليكي. دونك انا تنقول بعد النوبات خصها اوسي تكون لا ريفولت ديال لي جوار لا ريفولت دي جوار لونترينر مكاننا نتحملوا له شي مسؤوليه مكاننا نتحملوا له مسؤوليه. ولأن هذا المدرب هذا انا قول لي شكون المدرب في المغرب للجوار نتاعو تطبقوا 100% ما كاينينش. الى الفتح تعادلات ماتش مع الراجل سي غراس بن عبيد سمعني هذه متفق معك. كتجي الماتش ديال البارح ديال الولبه ديال السبت بن عبيد يجي على اساس لاعب في السيرك تقول لي لا غتكسر بون توش لا هذه متفق معك لوجيك لا هذه متفق لا ولكن بلاش يا بلاش السالسين دابا شوف شوا باغفوا كاينه واحد الحاجه باش ما نمشوش مع بن عبيد هذا الشيء اللي دار بن عبيد ما كيداش خصو يدوز امام الكونسيبسيون ديال الفيس وخصو يتعاقب على هذا الشيء لانه خلا فرقه بلا غارديان بوت ودار هذا الشيء بصح داروا انا كنقولها وكنعاودها بالنسبه لبن عبيد نورمالمون سيبوزون تسمع عز امسيف لا قدر الله في الماتش راه يدخلوا هذاك اللي حبس العام اللي فات في لا ما كانش ما كانش بونتوش لا لا اللي جبد الكره لا لا انا انا دابا انت تقول لي هاتي وليت تنطبهد واحد عنده مشكل مع لا ديريكسيون هذه عاد دار واحد البريه قال لهم سامحوا لي والاخر قال لك عاود جماعه لا شي ما كيديرش ما كيديرش زعما ما كيديرش ولا السيبا فتح فتح اللي كان فريق اكزومبلير في لا ديسيبلين وداك الشيء ولات فيه شفنا لافير لافير فرقه نموذجيه نموذجيه ما تي ما بانش فيه النموذج. شوف شفنا المشاكل المشكل اللي كان مع الزرهوني الزرهوني مع سالتو شفنا سالتو شفنا موهوب اللي ضرب مع زكريا عبوب في ليكيب ناسيونال ودابا لا الفتح فيها شي مشكل كبير صح هادو عرفتي شنو؟ تنظن ملي تبقى تاكل لاكريم بزاف خاصك تمشي تاكل الحرشه صراحه فهمتيني مره دور جيت الحرشه دور جيت الحرشه مشي شي فراقي تمشي شي فرحه اللي ما تتخلص باسكو انا تنظن اللي ما تتخلاش واللي عندهم مشاكل واللي هادي واللي هادي وقيلا شي دي جوار خصهم يمشيو ويعرفوا شنو هو حق دوطخ جوار اللي بحالهم تيلعبوا في البطوله اش تيعانيو حتى هما دونك ملي تكون دون لو كونفور ولو كونفور بعد النوبه لو كونفور تيعطيك واحد دابا لا حطيتي على لو كونفور. شوف دابا المشاكل والازمه الكبيره في سيرتو في الانفراستركتور اللي كتعيشها واتزم مع الفيس والمولوديه فهمتيني واش المولوديه كي تلعب مالغري المولوديه اللي فيه دو بيل بريستاسيون ولا ديما تنقولوها المولوديه راه عندها تيران بعدا اللي كتوفيسيال اللي كتلعب فيه ولكن عندها التيران فيه كتلعب راه ما عندها لا تيران فيه كتريني لا عندها التيران فيه كتلعب. حمود راه شفنا الماتش اللي لعبوا راه كان ديال وجده لا شوف كما قلت عز الدين اللعابه ديال الفتح تفشوا بزاف وتنظن حتى انا هادشي اللي بان لي تيجي من تيجي مقلد الصرامه راه خصك تكون صارم وي متفق معك فهمتيني اي بوتيتر باردون انت لا جينا سي با نورمال اللاعب يغضب ويستنوا بيتو ويمشي زعما ويمشي لا ما كيديرش حنا وقت قلنا حنا هضرنا عليه حنا هضرنا عليه هذا بون ماتش مع راج نورمالمون ما عرفناش علاش ما حبس دوزام هذا الماتش الاخر مي هادشي اللي كاين ديال لا ديسيبلين ما كيديرش السي بن عبيد ما كيديرش وقيلا كانوا تيتسنطوا لي تنقول لكم كل جول يحبس ساعه ساعه شي شويه هذه كل ماتش واحد كنت قلت لكم ميطا يلعب هذا ميطا كاع ميطا انا نلعبو ميطا يكون عندي ثلاثه ديال الحراس هضر معايا فانتينو يدير هذيك اللعبه ديال قال غاشي قيس لي في يدي ونديرو شونجمون غادي نجيو لها هذيك غادي نجيو لها غادي نجيو لها هذيك الحبس قيس لي يدي ونديرو غادي نوصلو لها هذيك راه هما تيديروها زعما الفوت خير من الهوند لا ولكن الهوند راه سان جو دانتيليكتويال شوف عز الدين باش نرجعو الهوند تلعبو بالراس صافي عز الدين والفوت تلعبو غير بالرجلين وبالراس مساوك كان تيخدم الراس لا هو كيخدم صعب الكره شوف لي ميسي ورباعي ولا كيخدموا بالراس بصح نرجعوا لو فون ديال الفتح الفتح كتعاني بزاف هاد لا سيزون وي فريمون كيعانيو على كاع لي كومبارتيمون امور ديسيبلين تاع العام كريم الفتح اللي كان نموذج هذا العام فريمون سي اونتو هادشي اللي واقع في فريق الفتح الرياضي شوف كريم شي بريز خصها تكون بريز زعما جينيرال ما عند كلشي راه ماشي غير عند حيت دابا حاطين كلشي على بن هاشم دار دي فوت بوتيتر دار شي حوايج ماشي هما هادوك
بتاتخ ما قابتش الجروب نتاعو مزيان. ممكن نقولوا بزاف الحوايج، ممكن ما دايرش هادي ما دايرش هادي ما دايرش. بغيت اللعاب عندهم اون بار دو ريسبونسابيلتي، مين غون بار دو شكون تيلعب في التيران، ما عندهم اون بار دو ريسبونسابيلتي. بيان سور عندهم اون غون بار دو ريسبونسابيلتي، ريسبونسابيلتي بارطاجيا حموده. شوف حموده راه كاين شي فراقي، كاين شي فراقي عندهم دي جوار، عندهم دي زونترينور اللي تيكون على قد الحال، وانا اللي جوار تيدخلوا تيتسيفوا تيوليو ما يلعبوا اللعب نتاعهم، تيديروا الفرقه نتاعهم بوحدهم بلا ما نسميش اسميه. اييه انا نسميه، علاش ما نسميوش؟ المشكليه راه كاين بارفوا كاين تيكون عندك جروب مزيان ياك، ولكن راه سبحان الله العظيم راه صافي تيقولوا ما هما ما باغينش لونترينور. ممكن يكون ماك واضح، علاش غنبقاو هذيك حاجه واحده اخرى، فهمتيني؟ واني باش تخسر في رخصك وما تلعبش مزيان، جبت ما كيدخلش اللاعب، ما كيدخلش باش يخسر، كيدخل تيقول لك زعما اللي عطى الله زعما ما كيديرش واحد لي فور كبير وصافي يلعب وصافي يطلع لي سبور. امين ماشي يحيدهم ويطلع لي سبور نورمالمون. يلا سالينا ونحيدوا الفيلم كاع الصاره كامل. انا بيرسوناليتي ديالي كان كنفضل كنقول الفرقه هي الاولى، فهمتيني؟ حموده انا نمشي نضرب شي فرقه بزاف على الفشوشه، انا نمشي نضرب شي فرقه ويكونوا كلهم ضدي، هذه بدا تقول راه الشيء اللي قلنا نقولوا. اسمع غير ضد هذاك غنربحوا، غير ضد هذاك عماره هذاك غنربحوا. هكاك غادي نمشي انا غير بالعكسيه. الشيء اللي قلنا اللي قلنا ماشي بداو يربحوا، راه كينطابق حتى على طنجه. حتى طنجه لونترينور قالها مورا الماتش اش خسر من سيتي. لونترينور شنو قال؟ شنو واقع عندي في هذه الفرقه هذه؟ ما يمكنش. واي بو دير كو تا هو عاود كون نجيو نديسيكيو الطريقه ديال اللعب نتاعو مشكل. راه ماشي عاود باسكو لي جوار ديال طنجه اي فون لي فور اي زون في لي زيفور. جروتان حمودان راه وصلوا شحال من خطره و زون باي دو شونس باش يماركيو، جاهم دي زوكازيون انكرويابل. راه ماشي ولكن بون الكره تقلبات عليهم. نو شوف لي جوار في البطوله بعد النوبات مي تيكون لونترينور اون ديفيكولتي خاصهم ياخذوا لا ريسبونسابيلتي. المغرب الفاسي كانوا اون ديفيكولتي، ديفيكولتي كبيره، الجمهور بدا غواد، كلشي بدا غواد، صداع وديك الشيء، وهما حزموا راسهم وبداو ماشيين صافي، ما بقاوش يقدوا على الضغوطات. افكتيمون الفتح مع الجمهور ما ضغطش عليها بزاف، تهدي تلعب واحد الدور مهم، فهمتيني؟ انا ما ناخذهاش هكا، انا بالنسبه لي لعاب راه خصو يكون دائما يقلب على راسه باش نتسنى واش عندي جمهور ولا ما عنديش جمهور، واش عندي بريسيون ولا ما عنديش. لا انا ما نشوفهاش هكا. حموده سامح لي سامح لي. الجمهور دابا حنا نديروا واحد الحاجه، ياك دابا الجمهور ما كاينش في قلب التيران. لا راه كاين في ريزو سوسيو، كاين في الزنقه، كاين بزاف د الحوايج. الطريقه ديال الهضره ديال الركراكي مع الفتح ماشي هي الطريقه ديال الركراكي مع الوداد. عاديه هنا راه لابس الجيلي ديال الحديد وداير الكاسك، فهمتيني؟ اتونسيون انا نهضر معاك. لا في الفتح كان جاي مكلو يتسارى، كان باغي يدير سميتو كلو يتسارى غير الفتح كان باغي يدير سميه. لا ولكن الفتح كان باغي يدير سميه. الوداد اما الراجل راه خصك تكون لابس توني ديال الحديد ودير الكاسك ودير كلشي الا مشيت. اولمبيك خليبكا اون تخي بون اوبيراسيون باش ما ندوش غير على الفتح. فيكتوار مهمه بزاف ديال خليبكا. وي برافو برافو، ميرسي جو بيان. كيلعبوا كوره والله، كيلعبوا كوره. شوف الا قلنا واحد المدرب بدا تيبين طريقه اللعب نتاعو مع واحد الفرقه كنا نقولوا على السكر كاش. وي نتمنى باش هادشي يزيد القدام ويزيد يطورهم ويزيد يعطيهم حاجه اخرى، باسكو دابا راه تيبان بالله يا كاينه شي حاجه، كاينه شي حاجه اللي تتعاود بزاف د الخطرات. اونيفو دو جو انا بالنسبه لي فريق كيفرج على اونيفو كيفاش كيدير لا بوسيسيون، كيفاش كدوز من لا دروات لا غوش. شفنا حتى اونيفو كله كيخرج الكارديان. صراحه انا بالنسبه لي انا خريبكا كنبغي نتفرج فيه حاليا. تيبان بالله ماشي هي خريبكا ديال هادي، حتى ديال العام اللي داز مع السكركاش، حتى فهمتيني راه هادشي طالع بشويه بشويه، وتيبان بالله كاين واحد الطريقه ديال اللعب. واخا قلنا بانه وجده خسروا في سيران مع السوانم 4-1، ماتش كبير داروا للسوانم 4-2 باردون. وخفيفي دار واحد احسن الماتش ديالو، ديفونسور كابيتان ديال ليمس ديما دار ماتش واعر. كان بليس كان في البيت، ولا كان بروفو كابيلانتي لا بوسيت وبليسي ولعب بليسي. برافو لهذا الراجل صراحه، خفيفي تيمشي ماركي وتيدير الاخر ثلاث سعود صار الماتش. برافو، ولكن ما يمكنش خفيفي بوحدو قهز وجده. لا سي تخي كومبليكي سيرتو مشى هذاك الوليد اللي كان هاز مع الدق توا فلاكس حركاس حركاس اللي لعب الرجاء دابا. سي نورمال اصاحبي، انا بالنسبه لي كيعجبني هذاك. مشاو لهم بزاف، مشى الهاني، مشى النفاتيم، مونغانغا مانغانغا مشى، راه مشاو لهم. باغ كونتخ خافي باغ كونتخ عندهم ديك الوليد ديال وداد فاس بطاش بطاش
تبارك الله عليه ديك الوليد طالع شي شويه بدا في الفتح كان في الفتح كان في الفتح ولد فاس هو راه ولد فاس وشرا في الفتح وي بعد مشى ل اوكي لا بخي دو بوغ لاد بزاف إلا لا هو وكاك انا بغيت لا 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 عنده الحق لا ما كاش عنده الحق كاش رد بحال هكا كريم عنده الحق واش إلا بخي دو بوغ واش اي سي موسكلي دابا ما عرفتش واش سي بالي كريش خرج شويه يعني ايوا انت انا بالي طبل شي شويه شويه ما عنده ديك العسريه عنده ديك العسريه وي وناز وي وناز وي ونا بزاف سوال تا هو شي غادي نديرو مع المسن تا هو ياك وي ب 12 في هذا الماتش هذا غادي نديرو مع المسن واخا سوال كاتريام فيكتوار د لا سيزون هادي وي مازال تربح مانيفيك سوال صراحه مازال اللي جاي من الدوزيام ديفيزيون بروميير سيزون بغيت نرجع للديكلاراسيون دردوان فكروني في برشيد باش يلاه طلعوا للبريمير ديفيزيون تما كانوا نو 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 ما عندك ما عندك غيرو ديال المغرب زعما وي عندك غيرو ديال المغرب ما فيرغسون ديال مانشستر يونايتد قلنا لي جي شرب قهوه قال لك ما ساليش شكون والله سي نورمال حمود عاوتاني واسمح لي راه كل ثلاث ايام مدرب بطوله احترافيه وكره انا اللي تيبهدني اللي تيبهدني في هذه الفرقه هذه زعما راه قلتها لكم ديك الخطره اللي تيبهدني هو لو كالم دي جوور لو كالم ملي تيقبطوا الكره لي جوور ما خيفان ما تيبغي تسرع ما والو زعما الا ترانكيل بشويه تيجي عند الجوار الاخر عاد تيعطيه بوغ اليميني بحال بورتون سكو تضيع عليهم الكره يسون اغريسيف باش يقلبوا عليها باسكو لو تيمبو ديجا يا دو تيمبو كيرتاحوا فاش يكون عندهم كره ولكن فوق يضيعوا كره صافي كي الا مشات تضاعف لهم تيكونوا بعدا مجموعين دونك لو بريسينغ دو زون باسكو هما تيديروا واحد لو بريسينغ دو زون اللي زوين غير تمشي لهم الكره كل واحد تيعرف شنو يدير فهمتي كيفاش دونك انا تنقول برافو لا لا كاينه دي زامي تورا داير واحد البريسينغ في هذيك 10 دقائق الاولى لا نورمالمون هما اللي بغاو امبوزيو لو جو لان خرجوا رابحين بغاو ما كيبغيو ما ديك الساعه ديك الساعه باش ديستابيليزاو الام سي او صراحه ماتش كان فيه لو ريتم بالنسبه للام سي او راه دوزو مقابله اللي غير كان كنظن كيف هضر عليهم لونترينور باقا هذيك مازال تنقولوا هذيك اللي زونترينمون اللي ما تريناوش راه كان فيزيكمون راه كيبداو يهبطوا في الاخر وي بركان انا غير باش نهضر علينا كان نهضر على رضوان دابا هو ما كنضحك ما هو عنده الدكه ديال الاحتياط دكا ما هو كيشرب عليه بزاف رضوان الدوزيام فيكتوار تيبس كاسكيطا هو لا رضوان مرام كيف خصنا نشريو له شي بوني بحال كيرو ياك داير بحال كيرو هذاك جلس هذاك طلع الفرقه نتاعو من 9 ديفيزيون البريمير ديفيزيون فرنسا و سي الحمر تا هو راه ماشي بحال هكا داكوغ كما ذكرنا بركا ربحوا طنجه بربعه لواحد دوزيام فيكتوار اخيرا بركا كتفوز تيرانا في البطوله اول انتصار هذا التير هذا الموسم هذا في البطوله غنرجعوا عنده على هذا الماتش مازلنا 3 ماتش مازلنا الماتش ديال الرجاء مع جديده مازلنا الوداد مع الماس والجيش مع واتزم لكن قبل فاصل اشهار المستمع الكرام ونرجع معكم برنامجكم على مد مارس مع عروض اتصالات المغرب سخاوة بلا حدود لايكي بارتاجي وبقى ديما كونيكتي مع باس نجمة 3 20 درهم كتعطيك 2 جيجا ديال كونيكسيون صالحة لمدة 7 أيام للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma من محبين ريال مدريد عندكم شغف وفضول ورغبة في معرفة آخر أخبار نادي الملك الإسباني ما غتغلطوش في العنوان الصحيح هو راديو مارس والمكان هو برنامج كافي ريال لغادي تلقوا معه كل أربع من 9:30 ديال الليل تابعوا كافي ريال على راديو مارس مع المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربحوا الرياضة كوتي سبور يقدم لكم مباشرة من مارس البرنامج اللي كتعيشوا فيه مباشرة جميع مباريات البطولة الاحترافية البطولة في قسمها الثاني بطولة الهوات مباريات الدوريات الأوروبية بحيلة لك توف تيران تابعوا مباشرة من مارس مع كوتي سبور كل سبت وحد من الجوج لستات العشية على راديو مارس مباشرة من مارس مقدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربحوا الرياضة مارس مقدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربحوا الرياضة
رجعنا معكم مستمعينا الكرام 11:33 دقيقة دائما في الاستماع الغاديو مارس 100% رياضة وموسيقى وبرنامجكم العلماء دمار زي ما الحاس على منافسة البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول والجولة الثامنة كما تكررنا هذا السبت ربحوا 4-1 أمام فريق اتحاد طنجة ماتش مزيان قدموا اللاعبين فريقنا هذا البركان سورتو بعد لو روتور ديال لي زيترونجي ديال البركان عندهم ان بو عندهم ان بلوس في الفرقه شوف بحال اللي قلنا ديك الخطره حتى سي ايبنغي خصو بشويه يلقى شي فرقه تيتولير باسكو جوسكا بريزون مازال ما لقاش شي فرقه تيتولير نوبه ملعب هذا نوبه ما ملعبش هذا نوبه تيدخل سيمادس المساوي ما لعبش هاد الناس سميتو كتعيطوا له بكر الهلالي نوبه كاين نوبه ما كاينش كون باش تيبدل كون باش تيغير دونك خصو يلقى واحد الطريقه ديال اللعب وانا تنظن بالله الطريقه اللي لعب بها هاد الخطره لا فورماسيون اللي لعب بها اللي ان بو بلوس بورتي فير لاتاك فهمتيني باسكو خلى غير مودان والناجي اللي في الوسط وكان لعب بدي جوور ان بو بلوس افوكاسيون اوفنسيف دونك سكي بي كو حتى هو تنظن بالله خصو يلقى شي طريقه ديال اللعب برك انت تنظن مازال خاصهم واحد نيميرو 10 خاصهم ان فري نيميرو 10 ما عندهمش ميتي لعبوا الناجي وميتي لعب الناجي ومدان وكتعيطوا له وبكر الهلالي بوكاسيون اوفنسيف دونك تنظن بالله تا كتعيطوا لهم طنجة سهلات لهم الماتش باسكو طنجة جاوهم دي زوكازيون في الاول انكرويابل ومنعوهم فهمتيني جاوهم دي زوكازيون ومنعوهم اي مدن تا هو بحال اللي هضرنا اونوب توت الوغ كريم مدن تا هو جاوا واحد دو زوكازيون اللي كان يمكن لهم ماركيهم فاس مع مع فاس مع سميتو مي لو غارديان الى في دو تري بون سورتي و قبطهم له مي تنظن بالله هاد بركان هادي بهالطريقه خصو سي ايبنغي باسكو ميم موساوي و لاريير دروا الاخر فرحان باسكو تا فرحان دار ماتش كبير عنده لي دو زاغيغ لاتيرو نتاعو داروا دو غران ماتش وي دونك ولات تكون عندهم لا بويسونس فيغ لاتاك فرحان يشو داروا ماتش يشو سي دار ماتش على الكوش تاو دار ماتش زوين فهمتيني دونك تنظن بالله الطريقه هذه ديال بركان سي ان بو مي باغ كونتر غير حاجه وحده قبل ما ننسى انا تنشوف دايو تيطلع بزاف شحال من خطره تيطلع وبعد وتنظن ما خصوش يبقى يطلع بزاف شكون دايو ورا ماركا ها هو ماركا داكور واني بعد نوبه ميتي طلع تيلمون عيان وفاتيغي كو تيدير دي فوت باسكو ميتي تشوف ديك خطره واحد قبطو وقلبو جوج قلبات باش ماركا فهمتي سي با ايفيدون نسمعوا التصريح ديال كازوني من بعد مثلا الماتش وخسر مع بركان 4-1 On prend déjà deux buts au bout de 3 minutes de jeu en première mi-temps, 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps. On a une dizaine de situations pour ouvrir le score ou pour revenir au score. Après, il y a un coup franc pour nous. On prend un contre 4 sur le coup franc. Je veux dire, il y a des choses, ce sont difficiles à accepter. Après, c'est comme ça. On est dans une période difficile et il y a eu de bonnes choses. Il y a eu des choses cohérentes, mais chaque fois qu'on fait une petite erreur, on la paye. Voilà, c'est comme ça. On se crée beaucoup d'occasions, on ne marque pas. C'est dur, c'est dur. Voilà, Bernard Cazzoni. Bernard Cazzoni, il se pose des questions. Bernard Cazzoni se pose des questions. Il prend la page de droite, il y a les attaquants, l'attaque. En tant qu'ancien défenseur, je pense qu'il maîtrise un peu plus la défense ou le milieu de terrain. Mais quand il est en fort, ou il est en fort, c'est un peu plus compliqué. Alex Mekench, واش كان اكسل هو اللي ما كونفوكاش واش ما كونفوكاش فوالا علاش شنو المشكل اللي كاين وقال من بعد ما بروتيست على الشونجمون ديالو حيدو الكارطه من الجروب اه ما حنا ولينا في البروتيستاسيون هذا كاين هذا ما كاينش هذا سميتو اون بليس العمود الفقري نتاعهم تبليسا وخرج على 15 مينوت با معمر خرج دغيا دغيا دونك ما بقاش حتى هو شاد له الفرقه دونك سي ان بو كومبليكي حتى هو خصو المشكل اللي عند كازوني وخصو يلقى نورمالمون كاين ريونيو اليوم نورمالمون كاين ريونيو اليوم بين المؤقتين ديال طنجة وكازوني بالنسبه لك حمود واش غتعطى الثقه مازال اكثر لكازوني ولا اونفوي انا ما كنظنش اونفوي ما كنظنش توتنهام حيدو المدرب ديالهم اليوم دابا توتنهام صيفطوا المدرب ديالهم دابا عادي 4 شهور باش ترينا بالكلوب دونك عادي يقدر كازوني حتى هو يصوتي انا كاين واحد الشرط الجزائي اللي كان اللي حاطه وكنظن 160 مليون وقع لان ما كنظنش لان انا مازال نقولها لك العلاقه ديالو مع اللاعبين ما هياش
ياك بالنسبه لك كان مشكل انا كان انا اللي كان تعجب عليه اللاعبين اللي كلي عند طنجه كنعرفهم كاملين علاش هذا العام المستوى ديالو ناقص وي بيزار فهمتيني ما بيزار سانسيرون بيزار كلهم كنعرفهم اللعابه الخلاطي المودن الصاروخ فهمتيني اللاعبين كنعرفوا المستويات ديالهم ولكن علاش لو نيفو طيح انا بالنسبه لي ما عرفتش انا ما فهمت زعما صراحه ما فهمت اكسل باي فهمتيني انا اللي كان اسمع الاساسين انا لونترينور كعارف لان كان كنقولوا حنا كاين دي زونترينور اللي اللاعب كيبغي يشد مع العكس كونوا واضحين انا بالنسبه لي كان راه اللاعب اللعابه اللي شفناهم كوناط اللعابه اللي كنا هضرنا عليهم بزاف المستوى ديالهم هذا العام ماشي بحال الاعوام اللي داز علاش الله اعلم انت هنا غتقول شي علامه استفهام علامه استفهام مودا الصراحه غادي نقول شي حاجه واني ما سميتو انا تنقول الفرق اللي تيلعبوا 1 2 3 4 خصو يدربهم ان انترينور كاليفي ويكون كان ميليو تيران خصو يكون كان ميليو تيران اللي بغاو يهبطوا جو ديك الشيء خصهم ياخذوا دي زونترينور كاليفي وكانت كانت البوست نتاعهم ديفونسور لا فيلوزوفي هي هذه انا عندي ما فيلوزونيش كيلعب ما عرفتش ديفونسور دونك مي تبغي تاخذ شي مي تبغي تاخذ شي مدرب كوف وزعما عنده الخبره وديك الشيء وبغيتي تلعب لتحت وتتخاف تهبط ما شي حاجه ما هذه وتلعب هذه جيب شي واحد تيكون اونسيان ديفونسور بغيتي تلعب الالقاب الفوق وديك الشيء خذ ان غران ميليو تيران داز وعنده دي بون ديبلوم وخدم ودار وي مي تاخذ فرقه كبيره وتكون لعبتي اريير ما ديك الشيء انا تنظن تري ديفيسيل اما تكون كنتي كابيتان ديكيب مي تكون كابيتان ديكيب عاود تكون تجيري لي زوم وتجيري ديك انا هكا تيبان لي انا لي ميور انترينور دو موند كي اون بري دي كلوب لاعبين انتر 1 اي 4 اي تو لا بلوبار دونتر الاغلبيه ماشي كلهم اغلبيه فيهم كانوا دي غران ميليو تيران وي انا متفق معك زعما ميليو تيران كيكونوا دي زونترينور في باسكو ميليو تيران يسامحوا لي لي زوتر بوست تيكون قاري شويه الكره خير تلعب لاطاك خذ رونالدو الكبير نعم بغيت شي فرقه تبقى غات في لاطاك خصك رونالدو الكبير ماشي هذا اللي لا ما يصلحش رونالدو الكبير الاولين واخا عفاك شاري هذاك دار مزيان هذاك شرا فرقه كاع ما عندناش الوقت بزاف لي فار مشاو ربحوا 3-0 سريع واتزم فيكتوار ميريتي ديال لي فار فيكتوار كتجي من بعد ليميناسيون بلا كوب لاكاب اللي كانت قاصحه وصعيبه على جميع مكونات ديال لي فار كتجي موراها من بعد الهزيمه في التيران في الكلاسيكو امام الوداد كيمشيو كيربحوا 3-0 الفريق سريع واتزم واش واتزم اللي كان ناقص ولا لي فار اللي عندهم فرقه جوزو موس قويه انا بغيت نذكر معكم في واحد لي دوز انتربونسيون ديال الجيش وحده ديال بورغيس وحده ديال نمره 3 في قلب 18 متر بانوا لي انا بحال دي فوت ان بو ديفيسيل اي اسيف لي بوتيت بيلانتي ياك انا بانوا لي ما تصفروش كملوا هادشي اللي تيبان لي انا شفت واحد دو اكسيون شويه قاصحين وحده ديال بورجيس مع واحد لو جوار والنمره 3 ديال الجيش الملكي ما بقيتش عاقل كي سميتو بانوا لي شويه ان بو دو مي جات واحد الوقيته بلا ركوز هما كانوا جاوهم دي زوكازيون باش يوليو في الماتش وما ولاوش ناقصين شويه ناقصين شوي. لا ناقصين فهمتيني هي اللي مزيانه هي الجيش هاد لي 3 بوين هادو ردهم دون لو بون سونس ردهم في الطريق اللي خصهم يمشيو فيها وتا الجيش خصهم يقلبوا على النمره 10 راه ما عندهمش راه سليم ما يمكنلوش يديفلوبي اللعب بوحدو سيغ لو كوتي دروا صافي محفوظ خصو مقري باسكو كو ساسوا كاش عندي فيديو على سليم ما تتهنيش كو ساسوا حريمات ياك حريمات كو ساسوا عميمي كو ساسوا هذوك الزميلات ما يقدروش يلعبوا نيميرو 10 باسكو ميم واخا ملي كان عندهم الداودي كان تيلعب عندي سغوكولي وكان عنده الشوفه وعنده مي لو بروبليم اللي عند الجيش الملكي دابا تنظن انا باش يزيدوا يمشيو لقدام ويرتحوا شويه كو ساسا السعداوي ما تجيها والخلوي وسليم خاصهم نيميرو 10 داكور الراجل نشر ربحوا 2-0 الدفاع الحسن جدي حموده نقدروا نحيدوا البريمير ميتون ما نحيدوه نحيدوه الصراحه دوزيام ميتون كاس مزيان لا ماتش واعر من الفراقي بجوج فرانشمون فرجاء كونفيرمات انا بغيت نرجع لك على الجيش بلا كتحس بان فريق اللي ضيع 3 بوين في التيران ديالو ولكن مشى خدا من ملعب اخر عرف ملعب ظل ما كيربحوش بزاف فهمتي نشرح لك لان كانت في التيران ما كيربحوش بزاف كانت اون رياكس بالنسبه للمقابله ديال الرجاء كي قلت لك انا بسيتو دوزيام ميتون فرق بجوج قدموا مستويات زعما في المستوى العالي بالنسبه لي انا كان لو ريتم كانوا دي زوكازيون
النقطه المهمه هي ديال لاغي ديال الزنيتي لان كانت 1-0 وجبد كره من لالين اللي هي اللي عاوتاني دخلت الرجاء في في في, في, في الماتش. جبدها من الخط. جبدها من الخط لان باش نكونوا واضحين لان كتحس انا تما قلت بان الرجاء غتربح لان هذيك الكره كانت خاصها تدخل. وي. نكونوا واضحين خاصها تدخل يا زيله. وما خاصها الكره خاصها تمارك. نورمالمون كان خاصها تمارك. اما كانت اون رياكسيون كبيره كي قلت لك المقابله كانت سيرتو دوزيام ميتون كانت شيقه كنا كنتسناو بان الجيلات كانت تقدر تعادل ولكن الرجاء باقي عند الاشكال الكبير كتكري بوكو دو زوكازيون ولكن ما كتماركاش بزاف ما كتماركاش ديال الحداد ديال الناهري ديال الهبطي بزاف ديال اللاعبين اللي نقدر نعطيك برافو عاوتاني الحدراف واخا ما شارجي واخا هكاك كما كان ناقص وجديد ماشي بحال كي جات سالت لي بليسيور ديال الحدراف جونيور ديال عبد الفتاح وديال جمعه تما اثرش ولكن شوف انا مازال الحدراف جديده داروا اخطاء بالنسبه للاعبين اخطاء فرديه اللي شفنا تا اوني في بونتو شفنا بن شيخ هذيك العصب ديال العصبيه ديالو مع اللاعبين لان كان ما كانش مون كونسونطراسيون باينه الجول فما كان بيدير هبط حيت مرة بيدير هبط جبت الاشاره ديال لا وشفنا تا دي موفيز باس لي موفيز باس لان واحد لاري سونترال اللي كاين تما بغى يعطي كيخرج دائما للتوج فهمتيني كانت لا كونسونتراسيون ناقصه جديده واخا الوداد ندوي على الماتش ديال الرجاء جديده الرجاء غير بغيت نقول لهم واحد الحاجه بسرعه بسرعه غير غير شوف الرجاء سي تري باسي راه قلت لكم ملي تولي تراكسيون افون تتربح ملي تولي تراكسيون افون وتلعب القدام سميتو ما فهمتش انا بغيت نفهم علاش الهبطي ما تيلعبوش نيميرو 10 هذه اللي ما بغاتش تسالي في الراس نتاعي خاصو يلعب انا سمح لي كريم راه واخا شي حفيظي كتحكي غيب كرون جوار انا اللي زعما نورمالمون هذاك الوليد خاصو يمشي يشوف راسو فهمتيني لان عنده بزاف ديك لي بروبليم ميسكولير خاصو يمشي يشوف فهمتيني عنده لي مويان انا بالنسبه لي خاصني نشوفو في سير التيران لان هذيك لي باس ديالو وهذاك الشيء من اللاعبين اللي كتبغي تشوفهم سير في التيران صراحه خاصو يقابل راسو لان انت حفيظي شحال دابا غاب ملي كيدخل كيبان لك بان دائما كيدير لا ديفيرونس شو الماتش الاخير الوداد والمغرب راه ديفيسي ماتش زوين سانسيرمون النيفو كان زوين في هذا الماتش هذا لي دو زيكيب داروا دي زوكازيون الماتش كانوا اقرب انا ماركو هما الاولين مي الوداد هاكو ماركا البيت اجراي في الاول اجراي كان يكون ماتش حسن كون كان يكون الماتش خير من ديك الشيء سي فري اوكي كومي باش الماتش زوين واخا هكاك سيرتو في ميليو تيرا 5 سور 10 اه على 5 سور 10 انا هادشي اللي تنعطي 5 سور 10 الماتش الاخر شحال كتعطي من هذاك 5 سور 10 5 سور 10 انا تعطي 5 على 10 الوداد غاس اون ماشين دو كير في الماشين ما عندك ما تقول لعبوا مزيان ما لعبوش مزيان كانوا مقادين ما مقادينش يربحوا باسكو عندهم فرقه مجهده عندهم واخا انا ما متفقش على بزاف لي بوست يلعبوا فيهم دي جوار مي مالغري سا واخا ما تيلعبوش ديك لي بوست اللي انا باغي تيربحوا باسكو زون دو لا بويسونس ايزون واحد لوموجينيتي بيناتهم وما نبغيش انا نسمع نقصنا هذا ونقصنا هذا ونقصنا هذا ونقصنا هذا باسكو ملي تبقى تقول هكا بحال اللي هذوك اللي في التيران تتقلل من الخدمه نتاعهم سان 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 سو في با انا كمدرب ما عمري ما نهضر على اللي ما كاينينش لي زابسون اون تور لي بريزون هما اللي عندهم الحق هما اللي كاينين دونك انا تنظن بالله كاينين دي بوست لي امبورطون في الوداد ما يمكنلاش تلعب بلا النمرات سعود نمرات سعود خصو يلعب بنزا مزيان خصو يلعب لي ماتش كاملين فهمتيني يكمل السيزون باسكو لو بروبليم ديال الوداد سي با البطوله سي لا بيرسبكتيف ديال الشامبيونز ليغ وباش تلعب الشامبيونز ليغ خاصك تقاد الفرقه نتاعك بوغ لا شامبيونز ليغ تقاد الفرقه نتاعك بوغ لا شامبيونز ليغ انا نباطاي بنزا نيميرو 9 ونباطاي لافي نيميرو 10 هادو هما اللي ندير هادي هي الفرقة ومصوبة يلعب سيغ في الجنب إلا بغى يلعب في الجنب ولا كان المترجي ما يشوم بني شوم هذوك الآخرين كلهم يلعبوا في الجناب فهمتيني؟ واخا هذا هو المشكل اللي عندي مع الوداد داكوغ فوزي بنزرتي سيادنا فوزي بنزرتي جاب فوزي بنزرتي الهضرة فوزي بنزرتي دار 3 فيكتوار سكسيسيف مع فريق الاتحاد المونستيري في الديبي تشامبيونا البارح كان ديربي ديال الساحل ربحوا ليطوال بواحد زيرو اون ديكلاراسيون دار فوزي بنزرتي جوست ابخي الماتش انه تم طرح عليه سؤال من الاذاعه التونسيه الوطنيه على مستقبل واش كانوا عنده دي كونتاكت مع الرجاء الرياضي باش يرجع للفريق الرجاء نسمعوا اولا لا ديكلاراسيون ديال فوزي بنزرتي للاذاعه التونسيه
صحيح اخر مره معناتها ما خبيش عليك قلت له ما تكلمني رئيس نتاع الرجاء معناتها قلت له ما نجمش نجي مستحيل نجي قلت له الوقت هذا فما رهان كبير لا نجي الوقت الحاضر في الاتحاد الرياضي المصيري ونقول لك حاجه مانيش ماشي حتى يطردوني من الاتحاد الرياضي المصيري مانيش خارج تبقى مع الاتحاد الرجاء المغربي غير ممكن لا لا مستحيل فوالا كان هذا التصريح ديال فوزي البنزرتي المدرب فريق اتحاد المنصتين لانه كثرت الهضره في مواقع التواصل الاجتماعي سورتو من جمهور ديال الرجاء على امكانيه لو غوتور والعوده ديال الرجاء الفوزي الفوزي بنزرتي لفريق الرجاء الرياضي نتاكدوا اكثر من المعلومه وحنا سعداء جدا مستمعينا الكرام انه يكون معنا مباشره عبر الهاتف ابن فوزي البنزرتي وميم طون سي سون اجون ايمن البنزرتي صباح الخير خويا ايمن خير خويا وميرسي بوكو بور لابيل ومرحبا بجميع المستمعين مرحبا سوفي تا بليزير سي ايمن كتكون معنا حاضر معنا في برنامج علماء مارس جوست ما سمعنا ديكلاراسيون ديال فوزي البنزرتي بعد الفوز امام ليطوال ولا نتاكدوا اكثر من معلومه لانه هنا كاين هضره بزاف كثر الحديث على امكانيه رجوع فوزي البنزرتي للتدريب بالمغرب بالضبط فريق الرجاء لانه المكسب ديال الرجاء والرئيس الحالي دخل اون كونتاكت مع فوزي بنزرتي اولا واش سي فغي انه كان ان كونتاكت مع فوزي بنزرتي من الرجاء والله هو الديكلاراسيون تاعو واضحه وصريحه معناتها ما فيهاش باش قالك هو عنده في المونستير حاليا قاعد معناتها مش باش يخرج من الفريق كليري نت وي وكانوا دي كونتاكت مع ما بين الرجاء وفوزي بنزرتي اتصلوا بكم مسؤولين ديال الرجاء اوفيسيلمون نو اوفيسيوزمون ايمن اوفيسيالمون ما عندها فما حتى واحد مكتب عيط لي لا عيط للولد دونك ما كانش شي كونتاكت ما بين الرجاء لا لا مشكان داكور داكور واخا الفاسون ديماراج زوين ديال فوزي مع اتحاد المونستيري 3 فيكتوار 3 ماتش ليطوال الفيكتوار كانت مهمه مع امام النجمه الرياضيه الساحلي الى بيان فوزي في اتحاد المونستيري وكوجات اون اوفر اوفيسيال مثلا من فريق من المغرب واش فوزي يرجع مره اخرى يشتغل في المغرب ولا لا؟ والله سيت سيزون سي ان بو ديفيسيل فهمت هذا كان فما حاجه ممكن نوصل مقبل داكور واخا ميرسي بوكو شكرا بزاف ايمن مرحبا شكرا مرحبا. شكرا جزيلا ايمن البنزرتي ابن لاجون ديال فوزي بنزرتي دونك امور توضحات انه فوزي بنزرتي ما غيرجعش لانه بزاف ديال لي رومور كي سيركول ديغنييرمون مواقع التواصل الاجتماعي الغوتور وامكانيه الغوتور ديال فوزي البنزرتي فريق الرجاء الرياضي. اوكي غير باش تعرف بعدا ديجا اي فريق راه سيسبوندي بسي ماتش سي البنزرتي. كيفاش؟ سيسبوندي بسي ماتش هنا. فهمتيني؟ في الكومبيتيسيون. انت ترجع انت جبتي كاع غادي تحاول تستنى سي ماتش لان سيسبوندي. غير كنت غابغي تلعب على الشامبيون. ولا عقلتي انا هضرنا على الجمعه قلت لك انا بالنسبه لي الرئيس اللي هضر على عندي ستاف وعندي هذا قلت لك انا كان حمله راه فهمتيني كان خاصها تقالت انا بالنسبه لي كان صعيب انه يرجع. لانهم بعد ما تعين انيس محفوظ الرئيس خرجوا بزاف الاسماء ديال المدربين خرج البنزرتي خرج خوان كارلوس غاريتو وخرج الاسم ديالو باتصال مباشر مع خوان كارلوس غاريتو شكون اللي شكون اللي نفى انه يكون لو غوتور ديال غاريتو باش نقلبوا على هذوك الزينوانه وديك الشيء انا تنظن بالله سي شابي دابا راه موجود العز يشوف توتنهام دابا لا انا بعدا كون نمشي لشي فرقه بحال الوداد ما بحال الرجاء ما سانسيرمون كاين المدرب تما اللي غادي يكون معايا نخليو بعدا سي الشاب يخدم ترونكيل باسكو انا جو سوي كونتر نجيو نبرسطو شي مدرب ملي تيكون خدام تزعموني انا معاك انا ماشي الوقت باش نحيد ولكني سوبوزون شي نوبه سي الشاب يكون سالا وبغى يمشي راه كاين سي طنطاوي اونترينور ديال الهبال واش الرجاء تلقى خير من سي طنطاوي والوداد واش يلقاو خير من سي مرباح عارفين الاسرار ديال كل شيء ولي زونطريمون تيتفرجوا فيهم تيعرفوهم 4 4 2 4 3 3 المنافذ البلوك طلع هبط حافظين كل شيء زعما كاين شي مدرب غادي يعرف خير منهم لا ولكن فوزي بنزرتي اسمحوا لي عفاك فوزي بنزرتي الصراحه ديالو سامحني قال لك بانه تصل بين الرئيس ديال الرجاء عمرو داشي تشامبيونز ليغ هنا في المغرب لا جمعنا وطوينا صافي انا غيت صافي ما طلعوليش الكاس دابا 70000 خطره باش يدي تشامبيونز ليغ الا باش يربح البطوله راه ما تيربحوا البطوله بلا بيهم وراه كان غير ربح تشامبيونز ليغ ما ربحاش انا كنت تحيدات لهم تشامبيونز ليغ تحيدات له سين شوز ما ربحاش اريتي دو
سيد جا عندنا وبكل احترامات ليه وديك شي جا 10 الخطرات باش يدي الشامبيونز ليغ ما داش. دابا واش دابا بغيت تسمعني ولا ما تسمعني؟ لا سامح لي انا لا جبت شي واحد الوداد من الرجاء خصو يدي لي الشامبيونز ليغ ما يديليش البطوله. ما عندي ما ندير بالبطوله حتى نربحوها به ما بلا به براكم تخربيق. جيبوا لنا اللي حتى بغيتي تجيبوا جيبوا لي ربحنا الشامبيونز ليغ صافي. دابا انا شنو قلت لك؟ قلت لك راه وصل الفينال وكان ربح الشامبيونز ليغ وتحيدات لي ندورو ندورو بنزرتي غاريدو تواصلنا غاريدو تواصلنا به وتوا قال لك واحد ما عيط ليا غير باش فهمتي ولا دابا نعيطوا له نوضح الامور. انا دابا نعيط له انا دابا نعيط له نقول له شي دابا نعيط له شي. دابا انت بالنسبه لك فوزي بنزرتي وغاريدو ما انتر دونطوني ما والو ما ربحناش الشامبيونز ليغ. الا جبنا شي واحد لهنا وعطيناه الوداد من الرجاء خصو يربحنا الشامبيونز ليغ ما ربحاش غلط زيرو صافي. شكون لي زونترينور اترونجي اللي ربحوا الشامبيونز ليغ؟ لا واحد ومابقاش نجيبوهم. لا ما نجيبوهمش الشيطان سي فحال. ايوا سامح لي سامح لي. جيب لي عموته دا الشامبيونز ليغ جيب لي الطاوسي دا الالقاب جيب لي سميتو والد الركراكي برافو جابوه للوداد دا لا كوب ديال لاكاب. جيب لي الدراري اللي هنا خدموا نتاعنا سميتهم سي محمد كسعيطوا له زكي مشى للفينال سي المرابط دا الشامبيونات ديال المغرب فينال ديال سميتو. قول لي هاد الاجنبي اللي تيجيو عندنا مرحبا بهم. هو الشاب انا سمعت الدراري في الصباح تيهضروا شنو هو؟ هو الشاب اللي دار كوب دلاكاف ديريك لبسوني ورزموني وما سميتو شي. هذه هذه تبارك الله علينا شي مضغوش شي ياكل علاش؟ برك رخف عليا ميتو غاريدو مربح والو مع الراجا شنو جا دار واحد دو ماتش ودا لكوب دلاكاف ما عرفتش شنو دا. لا لعب كومبيتيسيون كامله سمح لعب لعبه كامله لعبه كامله صافي ما تبقاش تخربق عليا عز الله يحفظك. الوداد والرجاء الوداد والرجاء انا الوداد ندربها في الصباح والرجاء في العشيه. الشيطان الشيطان في التليفون اذكر الله بخاطرك التليفون لا حول الو دراري ربحوا لحقكم السر في العشيه الو بن لوازيس والتيرا الاخر كي ديال سميتو كي سميتو بن جلول بن جلول تقطع من هنا لهنا اسمح لنا خويا حموده الطوموبيل ما نبوجيهاش. شكرا بزاف حموده خويا تخرب عاوتاني خصو صافي جيبوا لنا ديال الدواء اسمعني شوف جيبوا لنا دي زونترينور كي بون نو فير غاني لي تشامبيونز ليغ. هادو هما اللي خصهم يجيبوا الفراقي ديال الدار البيضاء سي لي لوكو شوف سي لي لوكوموتيف دي فوتبول ماروكان. يلا انا كما هضرت لتحت جيبوا لنا جيبوا لنا لي زونترينور اللي غادي يكونوا توب نيفو اللي غادي يزيدوا الكره للقدام. نكملوا هضرتنا لتحت باش انا نجيب مدرب باش يربح لي الشامبيون اما باش يربح لي ان شاء الله خلينا نجيب غنشوف عماد مارس الى اللقاء. لولا عماد مارس مختم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه ام دي جي اس نربحوا الرياضة.